بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الدكتور عمرو زامل. هنكمل في الكورس بتاعنا الكمبيوتر اركتكشر. هنخش في جزء جديد وجميل جدا، بنتكلم على الأوامر، الديزاين بتاعها ازاي والتصميم بتاعها ازاي في الكمبيوتر اركتكشر. فالعنوان بتاع المحاضرة دي بيتكلم عن حاجة اسمها الانستراكشن سيت اركتكشر، ازاي الأمر بيتكون أو بنصممه داخل الكمبيوتر عشان يبدأ يتنفس، تصميمه ازاي وأنواع الأوامر ايه. ففي الجزء ده ان شاء الله هنتكلم على الخصائص والفانكشن بتاعه الانستراكشن سيت ان شاء الله. الاوت لاين بتاع المحاضره دي كلها هم هنقسمه لثلاث اجزاء. اول جزء بنتكلم على الماشين انستراكتورستيك، اللي هي خصائص الامر عموما لاي مكنه، لاي كمبيوتر، لاي حاجه شغاله كمبيوترايز. ايه خصائص الامر؟ الامر مواصفاته ايه؟ من ناحيه ايه الاليمنت بتاعته؟ الامر ده بيتكون من ايه؟ بيتمثل ازاي في الذاكره؟ انواع الاوامر ايه؟ نمبر في الادرس اللي بيتخزن فيه الامر ده بيتعامل مع ايه من الذاكره، وايه المشاكل واحنا بنعمل ديزاين للاوامر دي بنواجهها واحنا بنعمل ديزاين للامر ده، ايه المشاكل اللي بتواجهنا وازاي نحلها. ده كده الجزء الاولاني. بعد كده هنتكلم عن انواع الاوبرانت نفسها. انواع الامر ده بيشتغل على شويه معاملات او شويه داتا، نوع اللي بنسميه احنا الاوبرانت، اللي هي بقى ايه هي الاوبرانت دي وانواعها ازاي وتتخزن ازاي في الذاكره، اللي هي الادرس والنمبر والكاركتر واللوجيك داتا. وهناخد مثال كده على انواع الداتا اللي موجوده في احد البروسيسور المشهوره يعني. بعد كده هناخد على انواع الاوبريشن، الاوبريشن اللي الكمبيوتر يقدر يعملها او الامر دي مجموعه من الاوبريشن، ايه هي الانواع الاوبريشن دي، هناخدها بالتفصيل ان شاء الله. فنبدا الاول في الجزء الاولاني في المحاضره، هنتكلم على الماشين انستراكشن كاركترستيك اللي هي الخصائص، ايه هي الاليمنت بتاعه الانستراكشن وازاي بيتمثل في الذاكره وانواعه ايه، ده اللي هناخده في الجزء ده. فهنفكركم كده السايكل بتاع تنفيذ الامر او السايكل ستيت دايجرام بتاع الاكسكيوشن بتاع الامر في الكمبيوتر. كنا قلنا بيمر بعض المراحل، كنا قلنا اول مرحله هنا يا شباب كنا ان هو بيجيب الادرس بتاع الامر، بيشوف متخزن فيه لو حد فاكر اللي هو البي سي، بيبدا يجيبه من الذاكره، ان هو بقى بيبدا يبعته في الام ار ويقول له يقراه فيبدا يجيله. كنا اتكلمنا على الجزء ده بالتفصيل. المهم ان اول خطوه بيجيب الامر بتاع الامر ده له عنوان في الذاكره، بيجهزه ويبدا يجيبه في السي بي يو، ويبدا بعد ما بيفهم بقى يفكك الامر ده، بيعمل له حاجه اسمها انستراكشر اوبريشن ديكودنج، بيفك الامر ده ويجزأه، وبعد ما يقطعه بيبدا يفهم بقى الاوبرنت او اللي هيتم عمليات على ايه، اللي هي الاوبرنت ادرس كالكوليشن، ويبدا يجيب الاوبرنت اللي هو هيشتغل عليهم دول من الذاكره، اذا كانوا موجودين في الذاكره او موجودين في ريجسترات عنده، فيبدا يعمل لهم فيتش للاوبرنت دولي، وبعد كده يبدا يشتغل على الداتا ديت، ولو في بقى كالكوليشن او حاجه هيبدا يخزنها بردك، يبدا يشوف هيخزنها ازاي، يجيب الادرس بتاعه فين في الذاكره ويبدا يعمل له عمليه ستور وهكذا. يبدا لو في اكتر من اوبرنت بيبدا يعمل العمليه دي اكتر من مره، وبعدين يخزن الناتج، وبعدين يرجع تاني يجيب فيتش للانستراكشر. قبل كده ده كان مراحل الانستراكشن سايكل ستيت دايجرام. اهم الثلاث مراحل اللي هو بيعمل الاول فيتش للامر، وبعد كده ديكود للامر، وبعد كده بيبدا ينفذه اللي هو يجهز الاوبرنت ويشوف العمليات اللي هتتم عليه، وبعدين يعمل ستور. دي المراحل الاساسيه بتاعته. طيب ايه اللي هناخده دلوقتي؟ احنا بنتكلم عن الاوامر دي تصميمها ازاي، الانستراكشن نفسها دي بتتخزن ازاي او بتتصمم ازاي، او لو انا عاوز اصمم بروسيسور لازم هشوف التصميم بتاع الامر ده ازاي. فلازم نفهم خصائصه الاول، او هو ايه اللي لازم يكون موجود في الامر اصلا عشان الكمبيوتر يقدر يفهمه او يقدر يتعامل معاه. فالاول نعمل تعريف بس ايه هي الانستراكشن سيت. اي كمبيوتر بيلباله او اي مايكرو بروسيسور بقى عشان نبقى ادق، بيبقى له مجموعة من الأوامر اللي يقدر يفهمها، فبنسميها إيه هو الانستراكشن سيت دي؟ بنسميها complete collection of instructions that are understood by a certain CPU اللي هو البروسيسور بيقدر يفهمها، هو ده اسمه الانستراكشن سيت. أي CPU أي بروسيسور له مجموعة من الأوامر اللي يقدر يفهمها، ما بيفهمش أي حاجة، لازم في ديزاين كده اللي صمم أو اللي بيصنع السي بي يو ده او البروسيسور ده بيكون عامل له مجموعه من الاوامر اللي السي بي يو ده يفهمها. فهو ده الفكره، اللي هو الفكره ان احنا بنفهم بقى، عاوزين نفهم ازاي بيعملوا الانستراكشن دي للسي بي يو. تمام. كل ماشين لها مجموعه من الانستراكشن منفصله، ما فيش انستراكشن ستاندرد. ماشي. الانستراكشن ار ريبريزنتد ان باينري فورم. تاني حاجه ان كل الاوامر بتكون في الاخر باينري فورم، اللي هي الماشين لانجوج اللي هي 0 و1،
اي انستراكشر لازم يتمثل بطريقه الباينري، او بنعمله سيمبوليك او اللي هو الاسمبلي لانجوج عشان احنا نقدر نفهمه، بنعمله بدل ما هو بيتكتب بالباينري بنقسمه اختصارات للاسمبلي عشان البروجرامر يقدر يفهمه. بعد كده الهاي ليفل لانجوج، لو احنا جبنا هاي ليفل لانجوج برضك لازم تحول للاسمبلي او تحول للماشين لانجوج عشان يقدر السي بي يو يقدر يفهمها. السي بي يو ما بيفهمش غير الماشين لانجوج، حتى الاسمبلي ما بيفهمهاش، لازم نحولها للباينري فورمات. تمام؟ فاي انستراكشن لازم يتمثل بطريقه الباينري، واحنا بنعمل له ديزاين لازم نبقى عارفينه بالباينري، وممكن نستخدم السيمبوليك برضك عشان يساعدنا شويه. طب ده كده يعني ده كده تعريف الانستراكشن سيت. ايه هي بقى الاليمنت اللي لازم تكون موجوده في الانستراكشن؟ يعني لما بييجوا يصمموا البروسيسور ايه هي الحاجات اللي لازم الامر وهو ما بيعملوه بالباينري كده، ايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده جواه؟ هما مجموعه اصفار وحيد وخلاص؟ لا طبعا، لازم تبقى متقسمه لاجزاء. طيب اول حاجه لازم يبقى فيه جزء مخصص للاوبريشنال كود اللي بنسميها اوب كود، لازم في جزء كده يبقى مخصص للاوب كود، لازم ماشي، يحدد منه الاوبريشن ان كان الجمع ولا طرح ولا ضرب ولا قسمه ولا ايه بالظبط. الجزء الثاني اللي هو السورس، هو الجمع ده هيتم على ايه، اللي بنسميها السورس اوبرانت او اوبرانتس لو هم جمع بقى، لو اكتر انا هشتغل على اكتر من واحد، فبنسميه السورس اوبرانت ريفرنس اللي هو الادرس بتاعه، هو موجود فين اللي انا هشتغل عليه ده، انا عاوز اجمع فلان وفلان، هو فلان ده موجود فين في الذاكره. تمام ماشي. الريزلت نفسها الريزلت اوبرانت ريفرنس، الريزلت بردك لازم يكون موجود، يكون معروف الامر نفسه، عارف هيخزن فين في الذاكره صح ولا ايه؟ لازم، يبقى لازم يبقى في حاجه في الامر تعرفني هخزن فين. طب بوت ذا ريزلت هير، يعني لازم تكون في حاجه في الامر تقول لي حط هنا. تمام. ولازم يبقى انا عارف بعد ما اخلص الامر ده ايه الامر التالي تنفيذه، النكست انستراكشن ريفرنس اللي هو الريفرنس للامر التاني بعد ما اخلص ده هنفذ ايه. تمام. طب ده كده الايمنت الاساسيه اللي هو الاوب كود، السورس operand، result operand reference، والnext instruction reference. نخلي بالنا بس في السورس operand ده له انواع، ممكن عاده النكست instruction reference الاول usually implicit، دي معروف كنا قلناها قبل كده ان النكست instruction احنا عارفينه اصلا باي ديفولت ده implicit، معروف ان في register اصلا اسمه bc program counter دايما بنبوينت للنكست instruction، لو حد فاكر واحنا بعد ما بنعمل feature للامر بنعمل increment على طول للبي سي، فالنكست انستراكشن معروف الريفرنس بتاعه ان هو ايه، اتفق عليه ان هو ده اللي الستاندر هنحطه فيه بروجرام كاونتر، ريجستر متخصص يعرف لنا ايه الامر اللي انا هنفذه بعد ما نفذ الامر ده. السورس اوبرانت بقى ممكن او الريزلت برضك ممكن يكون يا اما امديت فاليو، ان هي تكون داتا اصلا، ممكن يبقى داتا مباشره موجود، يعني الامر نفسه فيه الداتا اللي هيجمعها، بقول له اجمع مثلا 5 زائد 6 فدي اسمها امديت فاليو، او ان هو يكون اجمع حاجه من الذاكره ان هو ادرس في المين ميموري، او ممكن يبقى سي بي يو ريجستر، او ممكن يكون اجمع ريجستر فلاني مع ريجستر فلاني، او ممكن ان انا اجيب الداتا دي من انبوت اوتبوت موديول بره ديفايس بره، او من المين ميموري اف لو في ماب الانبوت اوت ده بيحطه في الميموري وانا ابدا اخد ايه من الميموري. فدي الانواع بتاع الاوبراند اللي هو ممكن يبقى اميديت، ممكن يبقى مين ميموري، ممكن يبقى سي بي يو ريجستر، ممكن يبقى اجيبه من انبوت اوتبوت ديفايس. ده الاليمنت الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في اي عمر، لازم الاوبرانت والسورس اوبرانت الاوبكود اسف والسورس اوبرانت والريزلت اوبرانت والنكست انستراكشن. طب ازاي بقى الامر ده بيتم ريبريزنتيشن له في الذاكره؟ طب احنا قلنا ان هو طبعا 0 1، طبعا احنا قلنا اي امر بيتمثل عباره عن سيكونس من بت، بس لازم يتقسم، ما ينفعش يبقى مجموعه من البت كده، واحنا بنعمل ديزاين له وبيصمموه في المايكرو بروسيسور لازم يتقسم، يتقسم كالاتي، ان احنا قلنا الجزء الاولاني يبقى اوب كود الاوبريشن يعني، وبعد كده السورس اوبرانت مثلا الاولاني، وبعدين السورس اوبرانت الثاني، ولو في ريزلت يبقى فيه فين الاوبرانت الثالث ده موجود فين هجيبه منين. يبقى مثلا عندنا ده مثلا على سبيل المثال ده ديزاين مثلا عنده 16 بت، فانا قسمتهم 4 بت اوب كود و16 بت اوبرانت و16 بت اوبرانت ثاني. طبعا عدد البيت ده بيتحكم لك في عدد الاوامر، يعني كل ما تكبر السايز بتاعهم كل ما يديك انك تقدر تاكسس اماكن اكتر زي ما عرفنا قبل كده، اللي هي 2 باور مثلا العدد ده زي ما عرفنا في الميموري، فانت لو عندك 4 بيت يبقى تقدر في عندك الارقام اللي تقدر تعملها 2 باور 4 اللي هي 2 اس 4 يديك 16 امر مختلف، يعني تقدر تنفذ 16 كود مختلف.
تمام. فهو السايز بتاعه بتبقى محكوم انت بالسايز الكلي، وتبدا تقسم، وبناء على التقسيمه دي بتبدا تحدد لك عدد الاوبريشن او عدد الاوبرنت اللي تقدر تتعامل معاهم في الذكر. يبقى دلوقتي الانفراستراكشر ريبريزنتيشن هم عباره مجموعه من سيكونس امبيد بس متقسمه لمجموعه من الفيلد زي ما واضح عندنا في الصوره دي، اللي هم ايه؟ اللي هو الاوبكود والاوبرنت والاوبرنت الاولاني والاوبرنت الثاني. طب during the execution phase the instruction is read from the IR register. طبعا هو اثناء الفيتش بعد ما بيقراه بيبدا يحطه في الاي ار، فالاي ار يبدا بقى ايه؟ يبدا بناء على الديزاين بتاعه بيبدا يقسم او يعمل يقسم الاجزاء ديت، يعرف ايه هي الاوبريشن، ويبدا اللي هي الديكود، مرحله الديكود، يبدا يفهم ايه هي الاوبريشن وايه الاوبرنت، ويبدا ينفذ مرحله الاكسكيوت بعد كده. فالسي بي يو بي اكستراكت الداتا فروم ذيس فيلد، هو بيبقى عارف ان هنا الاوب كود، فبيبدا اكستراكت الاوب كود، ويبدا اكستراكت الادرس بتاع الاوبرنت الاولاني، واكستراكت الادرس بتاع الاوبرنت الثاني اللي هو محتاجهم عشان يعمل الايه؟ الاوبريشن، ويبدا يعمل لهم فيتش. طبعا لو هم محتاجين الاوبرنت دول محتاج يجيبهم من الذاكره، يعمل لهم فيتش الاول، بعد كده ينفذ الاوبريشن. طبعا البروجرامر عاده ما بيشوفش الكلام ده كده، ما بيشوفهاش بالتقسيمه دي، اللي هو البروجرام الهاي ليفل ما بيشوفهاش كده، بتكتب انت سيمبوليك. عاده احنا بقى بنختصر الكلام ده الاسمبلي لانجويج باستخدام الاوب كود، بنحط له رموز اد وصاب ولود، دي اللي هي الاسمبلي لانجويج. والاوبرنت بنديها رموز او حروف واي او اكس او اي حاجه زي كده. ومثلا على سبيل المثال نقول له اد، يبقى ده الاوب كود، وار 1 اللي هو ده الريجستر الاولاني، اجمع له الريجستر الاولاني، والواي ده مكان في الذاكره. عادة ده اللي بيتم بلغة الاسمبلي اللي هي بتبقى عبارة عن سيمبوليك. تمام يا شباب، هي بتبقى اختصارات كده، هي مش هاي ليفل لانجويج، لان الهاي ليفل لانجويج لازم تتحول للماشين لانجويج. الاسمبلي الحاجة دي بنعمل ريبريزنتيشن للانستراكشن، بنقسمه لاوب كود واوبرانت، واوبرانت بتتكتب كده بالاسمبلي. فالاسمبلي لانجويج اقرب ما يكون لشبه الباينري بالتقسيمة بتاعتها. تمام، بس طبعا دي بتتحول للاخر لزيرو وان عشان اللي هي الماشين لانجويج عشان يقدر يفهم. بعد ما عرفنا الريبريزنتيشن بتاعته، ايه انواع الانستراكشن؟ انواع الانستراكشن ان هي داتا بروسيسنج، ممكن اعمل الاوبريشن نفسها تكون جمع طرح ضرب او اي حاجه زي كده. ممكن تبقى داتا ستورج، ان اتعامل مع الميموري. ممكن تبقى داتا موفمنت، ان انا انقل من مكان لمكان. ممكن يبقى بروجرام فلو كنترول. دي الاربع انواع الرئيسيه اللي هي data processing، data storage تتعامل مع الميموري، data movement انك تنقل من مكان لمكان، program flow control انك تخليه jump لمكان معين. تمام، دي الاربع انواع اساسية. ناخد مثال عليهم، data processing زي arithmetic and logic instruction، ومثلا اللي هي بتعمل عمليات arithmetic طبعا اللي بتعمل العمليات الحسابية بجميع انواعها على data numeric يعني. واللوجيك طبعا بتتم على البيتس، على مستوى الباينري يعني. اللوجيك اللي هي الاند والاور والنوت والاكس اور والحاجات دي بتتم على مستوى الباينري، انما الارثماتيك بتتم على النيوميريك داتا اللي هي الفاليو النيوميريك نفسها. الداتا ستورج دي طبعا بتتم مع الميموري، ان انا اجيب من الميموري اخزن من الميموري. داتا موفمنت ان انا انقل من مكان لمكان، وعاده بتبقى من الاي او مثلا للميموري، او من الميموري للاي او، او من السي بي يو للاي او، ان هي داتا موفمنت بنقل من مكان لمكان. البروجرام فلو كنترول اللي هي تيست اند برانش انستراكشن، انا بعمل اختبار مثلا معين، لو حصل زي الاف كونديشن كده، لو اف ان حصل حاجه معينه بروح لمكان معين عشان انفذ كونديشن، فبنسميها بروجرام فلو كنترول. انا بعمل تيست الاول، بختبر كونديشن معين، بعدين بعمل برانش، بعمل جامب لمكان معين في الذاكره. دي كده اللي هي التايب بتاع الايه؟ انستراكشن. ده كده احنا عرفنا في الفيديو ده كده يا شباب ايه هي الخصائص بتاعه الامر نفسه، والامر نفسه بيتكون من ايه، وايه الاوبريشن، ايه الانواع بتاعه الانستراكشن. لسه هنكمل ان شاء الله في جزء كمان، نكمل التفاصيل اكتر عن الامر عشان نبدا نفهم. فالناس تراجع الجزء ده وتحاول تفهمه كويس عشان الجزء الثاني يبقى بالنسبه لكم ان شاء الله سهل. كان معكم الدكتور عمرو زاهر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.